باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل التهنئة بكل المحبة بعيد القيامة المجيد لقداسة البابا ولكل أعضاء المجمع المقدس ولكل الآباء الرهبان والكهنة ولكل شعبنا القبطي في كل مكان في العالم. والحقيقة نحن نفرح في عيد القيامة لعدة أسباب. لعل السبب الأول أن عيد القيامة هو العيد الأساسي في المسيحية، وما قبله كان تمهيد للقيامة، وما بعده كان نتيجة للقيامة. فكل ما جاء من نبوات عن التجسد وما جاء في القديم عن المعجزات وميلاد السيد المسيح وختانه وكل ما حدث من آلامه وصلبه وكله من أجل القيامة. ولذلك احتفظ السيد المسيح بأثار الجراحات في اليدين والرجلين والجنب، أثر المسامير والحربة. ولذلك القيامة هي جوهر المسيحية، والقيامة قوة غلبت قوة الموت. ولذلك كان لابد من أن يقوم السيد المسيح ليعلن القيامة العامة، ولم يعد الموت هو سيد الموقف، لكن أصبح الموت مجرد عبور أو فترة قليلة بعدها يقوم الإنسان ويحيا حياة أبدية. والحياة القيامة كمان بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، وهو افتقاد السيد المسيح للتلاميذ والمريمات. فكان له 11 ظهور بعد القيامة. ظهر لمريم المجدلية عند القبر، ومع مريم الأخرى، ولمريم المجدلية وحدها، ثم للمريمات جميعا، ثم للتلاميذ في العلية. دول 4 ظهورات في يوم القيامة نفسه، يوم الأحد، وأيضا لتلميذي عمواس. وكان كمان ظهوراته للتلاميذ 7 على بحر طبرية، وتلاميذه أيضا 12 في ظهور آخر. ظهورات 11 مرة ظهر للتلاميذ والمريمات ليؤكد قيامته، ومرة أكل معهم شيء من العسل أو شهد العسل والسمك. وطبعا جسد القيامة لا يأكل، يعني ما فيش معدة وهضم وحاجات زي كده في جسد القيامة، ولكنه أكل ليؤكد ناسوته، واحتفظ بأثر الجراحات أيضا ليؤكد ناسوته، وجلس يتحدث معهم ويقويهم بعدما كانوا حزانة بسبب صلب السيد المسيح وآلامه، وكانوا هربوا من الساحة. لم يبقى إلا يوحنا الحبيب ومريم المجدلية والست العذراء، مريم أم يسوع والدة الإله، عند الصليب. لكن الآلام فرقتهم والقيامة جمعتهم. ولذلك القيامة تعلن الفرح والغلبة على الأحزان والموت والآلام. كمان القيامة الخمسين بتذكر لنا الكنيسة الأحد الأول أحد توما، بتركز على ظهور السيد المسيح للتلاميذ
وده بقى اختصار الظهورات ل11 في العيد ده، وده عيد سيدي صغير بنسميه أحد توما. والأحد التاني اتكلمنا عن الجسد المقدس، خبز الحياة أو الخبز الحي النازل من السماء الواهب حياة للعالم، وده عشان نختبر القيامة. والحد التالت تكلمنا عن الماء الحي، عمل الروح القدس الذي يقيمنا بالتوبة، والتوبة قيامة لأن الخطية موت، فعمل الروح القدس يعطينا دائما الحياة. وفي الأحد الرابع تكلمنا الكنيسة عن النور الحي، النور المقدس، فتكلمنا عن الظهورات والخبز الحياة والماء الحي والنور الحي، نور القيامة. فالقبر المضيء الوحيد هو قبر السيد المسيح، لأنه قبر يعلن القيامة. ولذلك في كل عيد قيامة بيفج النور من قبر السيد المسيح، قبر مضيء، قبر منير. وأيضا الكنيسة بتكلمنا في أحد النصرة، النصرة على الموت، النصرة على الخطية، النصرة على الضعف، النصرة على الآلام. كيف ينتصر الإنسان بدون القيامة؟ لا يمكن، فالقيامة هي النصرة الحقيقية. فالكنيسة بتعيشنا كل يوم حد في الخمسين بحدث معين يوري لنا كيف نحيا القيامة، سواء بحياة المسيح معانا قائما بنا يقيمنا من موت الخطية، أو التناول من الجسد المقدس، جسد القيامة ودم الصليب. وأيضا الماء الحي عمل الروح القدس، والإيمان الحي، النور الحي والإيمان الحي والنصرة. وبعدين أحد حلول الروح القدس وانتشار الإيمان بعمل الروح القدس في الكرازة بالرسل القديسين اللي كرزوا في العالم كله. وآخر الخمسين يوم حلول الروح القدس أو يوم عيد حلول الروح القدس، يوم عيد البنتكوست أو يسموه عيد العنصرة، العيد الذي فيه انتشر الرسل في كل مكان دعوا إليه ليعلنوا عن الحياة المسيحية والعقيدة المسيحية. لا شك أنه فترة الخمسين هي فترة روحية، بس في مشكلتين بيأثروا شوية على الروحيات في الخمسين المقدسة. أول حاجة أن ما فيش أصوام حتى الأربعاء والجمعة، 50 يوم كاملين ما فيهمش أصوام. ليه بقى ما فيش أصوام؟ لأنهم يشيروا للحياة في الملكوت، وفي الملكوت في بقى النصرة، ما فيش الجهاد، ولذلك ما فيش صوم، لأن الصوم إشارة للجهاد، إن الإنسان بيجهد نفسه في صوم وفي مطانيات وفي عبادة عشان ينتصر على الخطية. فالقيامة نصرة على الموت وشوكة الموت الخطية. فبنعيش بقى في فترة الخمسين المقدسة مفيش صوم ومفيش مطانيات، مفيش تذلل، بل فيه انتصار حقيقي، انتصروا لحسابنا السيد المسيح له المجد. كمان في فترة الخمسين نصلي بالطريقة الفريحي، فرحانين، والفرح ده بيبقى فرح بالقيامة، فرح بانتهاء الآلام وانتهاء الضيق والتعب.
فعشان كده بنعيش فرحانين فترة الخمسين المقدسة. مفيش صوم، مفيش أحزان، حتى في الصلاة على الراقدين في الجنازات بنصلي فريح. مفيش الصلاة الأدريبي المعتاد على الراحلين. كمان فترة الخمسين مش بس ما فيهاش مطنيات، ما فيهاش صوم، ما فيهاش أحزان، ما فيهاش أي نوع من الضعف الإنساني، لكن فيها الفرح والنصرة والحياة المقدسة السماوية كأننا في الملكوت. كمان القيامة دايما بداية لحياة جديدة، عشان كده القيامة العامة هتقوم الأجساد لما الأرواح تحل في الأجساد بأمر إلهي، ويقوم كل الموتى والأبرار يستقبلهم المسيح على السحاب. المسيح مش هينزل على الأرض تاني، لكن هيستقبل الأبرار على السحاب في قيامة مجيدة، يستقبلهم على السحاب وتبدأ الأبدية في الملكوت الأبدي السماوي. لا شك أن فترة الخمسين فترة جميلة، فترة روحية، فترة قوية، فيها الإنسان يقدر أنه يسعد بعمل الله المنتصر القوي على كل ضعف، على كل خطية، حتى على الموت نفسه. وإذا كان الموت قوي، لكن القيامة أقوى من الموت، لأنها بتغلب الموت ويقوم الإنسان منتصرا على الموت. القيامة فتحت لنا باب رجاء جميل قوي. الموت كان بيرعب الناس لأنه نهاية، ولكن وجود القيامة أنهى على الموت وما بقاش نهاية، لكن بقى مجرد فترة ترانزيت، يعني مؤقتة، ويقوم الإنسان حاملا النصرة والقوة وكل معاني المفرحة اللي بنعيشها في الخمسين المقدسة. تحذير أخير علشان خاطر نستفيد من الخمسين المقدسة: في ناس بيصابوا بفتور في الخمسين ما يروحوش الكنيسة، لك دي فترة راحة. الراحة الحقيقية مع ربنا في الكنيسة، والقيامة مكان الاحتفال بالقيامة هو الكنيسة. فإذا ما رحتش الكنيسة طب هتعيش القيامة إزاي؟ تتناول فين؟ تاخد جسد القيامة وقوة القيامة فين؟ ولذلك خطأ كبير قوي بيقع فيه الناس إنه بعد أسبوع الآلام وبعد بقى صوم قوي جدا ونهضة روحية قوية تيجي الخمسين وكأنها فترة إلغاء للروحيات وضعف روحي يعيشه الإنسان. عشان كده لازم نستفيد من الخمسين. في الكنيسة نحتفل بالقيامة، في الكنيسة نتناول جسد القيامة، في الكنيسة نفرح بعمل المسيح القوي اللي انتصر على الضعف والألم والموت. وخريستوس أنستي، أليثوس أنستي. كل سنة وانتم طيبين.